حاضرة ودائمة هنا، والحرص على مواصلة الدعم والعطاء واستمرار هذه الرياضة لشعلة النشاط في عالم الأصايل ومؤسسة هجن الرئاسة سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والذي يقف على كل صغيرة وكبيرة في عالم السباقات وكل النجاحات في المهرجانات داخل الدولة وخارجها. تحية شكر. ونحن نبدأ هذه الأمسية الجميلة في هذا المهرجان، مهرجان الوثبة لأبناء القبائل، تحية إلى اتحاد سباقات الهجن ورجاله المميزين بقيادة الأستاذ عبد الله بن مبارك المهيري على التنظيم الإداري الرائع لنجاح هذا المهرجان وإسعاد المشاركين وتسهيل كافة الإجراءات والمهام في ظل الظروف والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكيد على الجميع على الالتزام بها لنجاح هذا المهرجان ونجاح كل رياضاتنا. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط في هذا المساء في هذا المهرجان، مهرجان الوثبة لأبناء القبائل 2021 الذي يعلن انطلاقه على مدار 11 يوما، سيكون حاضرا من خلال التحدي والإثارة والمنافسة على الرموز والتحديات. يومنا الأول يعلن انطلاقه هنا، يوم مخصص لسن الحجايج في هذه الانطلاقات. هنا تتواجد أيضا كالعادة تسعيرة هجن الرئاسة التي تحرص دائما هذه المؤسسة العملاقة أن تكون حاضرة بالدعم السخي واللامحدود لكل عشاق ومحبي رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. 150 ألف درهم هي جائزة المركز الأول في انطلاقات أشواطنا الأولى التي تحمل التحديات والانطلاقات. على بركة الله انطلق الجميع. نرحب بكل مشاهدينا الأعزاء متابعينا عبر قنوات ياس الفضائية وقنوات دبي ريسنج المتابعة لهذه التحديات من أرضية هذا الميدان. أهلا ومرحبا بكم في هذه الأيام المباركة في تحديات الأصالة والانطلاقات. نسير إلى المقدمة، نتابع أول التحدي، نسير مع أول الأسماء التي تحملها هذه الباقة الأولى في أشواط هذا المساء المميز. المركز الأول الشرود عمير بن حزمي بن قناص العامري في أول انطلاقته، بينما المركز الثاني الصاحي علي بن مسفر بن علي الخيلي، وتابع المركز الثالث المتحدة علي بن الرملي بن محمد بن العامري، بينما على المركز الخامس عودة إلى سمحة خليفة بن سالم بالضبيعة في رابع المراكز، وعلى الجانب الآخر تسير الانطلاقات تحمل هناك اندفاعي روعة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. هنا المركز السادس انطلاقنا إلى جميلة محمد بن عبيد بن سويد العامري، وعلى المركز السابع نعود مباشرة إلى فجر سعيد بن محمد بن شرجي العامري. يا السلام الساد ومناضلي الساد في هذه الانطلاقات، دكتور التحليل الرياضي لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أعود إلى المركز الثامن أستكمل مرموقة سلطان بن حميد بن حمد العويسي، والمركز التاسع عودة إلى وجود خصم محمد بن حمد بن صافية المري، والمركز العاشر هنا الدخول لبلشة محمد بن سيد بن عويضان العامري. هذه الأسماء الأولى، هذا هو النداء الأول، هنا الانطلاق أول تحدي في مهرجان الوثبة لأبناء القبائل، حيث جاءوا في كل من كل مكان للتحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين واحتفاله الدائم بكل انطلاقاته وتحدياته. أعود إلى المقدمة بن حزمي هناك على المركز الأول في المقدمة وفي الصدارة شرود عمير بن حزمي بن قناص العامري، وأصرار على المركز الأول والانطلاق الأول.
الهلال مرموقه سلطان بن حميد العويسي تنطلق. الدكتور يصل الدكتور فجر سعيد محمد بالشرجي العامري وهو يعلن انطلاقته الى المقدمه والمركز الاول من خلال هذه اللحظات. التحدي على المقدمه رباعيه الانطلاق الشوط الاول الجائزه الاولى مع هذه الانطلاقات. التقدم يبدا هناك في دخول مرموقه سلطان بن حميد العويسي بهذا المسمى وهناك وجود روعه حمد بن جار الله بن حسن البريدي الى المقدمه. هنا عمير بالحزمي بن قرناس العامري الدكتور سعيد محمد بن شرجي العامري رابعا ولكن هنا تطير الانطلاقات تسير الانطلاقه مرموقه من سلاله مرموق بعير السيد محمد بن سلطان بن مرخان. يا سلام الانتاج ممتاز والتحدي ممتاز والشوط الاول يطير الى الانطلاقه الاولى مرموقه في المركز الاول. المركز الثاني عمير بن حزم بن قناص العامري. المركز الثالث روعه حمد بن جار الله بن علي البريدي. والمركز الرابع جميل محمد بن عبيد بن سويد العامري. والمركز الخامس كان وجود سمح محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الاشتبي. هذه اللحظات اذا الشوط الاول يعلن انطلاقه ونعود الى المقدمه والتوقيت. التوقيت الاول في هذه اللحظات. يا سلام طار سلطان بن حميد بن حمد العويسي مع مرموقه خمس دقائق وهي بلا شك 56 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الممتاز. بينما المركز الثاني كانت انطلاقة روعة اللي وصلت فيها المركز الثاني. تهانينا والناموس حمد بن تهانينا على السيد عمير بن حزمي بن قناص العامري مع شروط في المركز الثاني. وفي المركز الثالث كان وجود روعة حمد بن جار الله بن علي البريدي. في المركز الثالث خمس دقائق 58 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية.